اهلا وسهلا في حلقه جديده من مادنس الاوفيشال بودكاست لاودي ام ام اي. حلقه النهارده حلقه كبيره قوي، معايا السوبر ستار بتاع اودي ام ام اي، هو الوالتر ويت تشامبيون، مكسر الدنيا في الام ام اي من وهو سنه صغير قوي. معانا النهارده محمد سالم. محمد، ايه الاخبار؟ الاخبار عامل ايه؟ كله تمام؟ كله تمام. جاهز؟ جاهز، يلا بينا. يلا بينا. محمد، البودكاست هنا اسمه مادنس، MMA مادنس. انا مش انا اللي سميتها، بس ليها حاجه قريبه لقلبي، لان انا لما اكتشفت الMMA جالي الجنونه والادمان للMMA. فكل بودكاست ببتدي بنفس السؤال، اكتشفت الMMA ازاي؟ بدور على اجابه معينه، حاجه ليها دعوه بالجنونه دي بتاعت المادنس. انت اكتشفت الMMA ازاي؟ الطريقه يعني اللي انا دخلت بيها اللعبه كانت، انا في الاول كنت بلعب كوره، كان الباشن بتاعي كان الكوره، كنت مهووس بيه. بعد كده كنت انا واخويا دايما نتخانق، دايما في غشامه في بيننا، فكنا دايما بنحب اي رياضه طف، بنحب نتفرج على اي رياضه طف. كان ساعتها في بطوله كده ام ام اي بتتعمل على ام بي سي اكشن، كنا بنتفرج عليها، عجبتنا. بعد كده بدا يقنعني ان هو في مدرب في المقطم، ايا يعني كان يعني ما رحتلوش يعني ساعتها، بس فبدانا ان هو ندور وكده. بعد كده في الاخر ما رحتش، وقعدت بالصدفه بقلب في اليوتيوب، طلع لي فيديو لاندرسون سيلفا، هو اللي محببني بقى في شفت له هايلايت كده، توب 10 نوك اوت. بعد كده بعدها قلت خلاص اللعبه دي انا لازم العبها. بس بدات ايه؟ لا سوري، بدات بقى اول يوم خلاص، ومن اول يوم عرفت ان ده اللي انا هعمله بقيت حياتي. فهو اندرسون سيلفا اللي ابتدى. اندرسون سيلفا اللي جنني باللعب. ده كان سنه كام تقريبا؟ كان 2016. اوكي، ممكن اواخر 2015، بس انا بداتها 2016. فكان بعد ما هو خلاص كده كتشامبيون يعني، كان في البيك بتاعه، كان خلاص بيخلص. كان خلاص. عمتن speaking of Anderson Silva، انا اول event live اتفرج عليه كان لأندرسون سيلفا، اسهر اتفرج عليه. واليو اف سي event الوحيد اللي رحت احضره كان event لأندرسون سيلفا اللي كسر رجله فيها. سافرت له لغاية اخر الدنيا وكسر رجله ورجعت. فانت طول عمرك اصلا رياضي من وانت صغير، بس كنت طفل شقي مجنون، كان مشاكل كتيره جدا، على طول خناقات، على طول مدرسه مرفوض منها، على طول في خناقات مع الناس في الشارع، في لازم في خناقات، لازم في حاجه غلط. طب والامامي غيرت الموضوع ده فيك؟ جدا، بقيت العكس يعني، دلوقتي بقيت نادرا لما اتخانق، ده لو اصلا عملت خناقه يعني، او لو حصل خناقه. طب وايه في الامامي اللي غير الحته دي فيك؟ هو ممكن بس قصة ان انت خلاص بتوصل لحتة كده، انت شبعت من الغشامة دي، انت كل يوم في ضرب في التمرين، كل يوم سبارين، كل يوم في حتة طف، فانت بتبقى اصلا بتدور على ان انت ازاي تريح دماغك يعني. بس هي برضو ليه علاقة بان انت خلاص بتعرف ان انت مش مفروض انك تتخانق، مش مفروض انك تأذي حد، خلاص انت بقت بروفيشنال نوعا ما، او اللي هو بقت متعلم حياتك، انت عارف ان قدامك في الشارع ده مش هيعرف يعملها، او ايا يعني كان مين يعني، بس خلاص بتديك ايدج كده يعني ان انت مختلف شويه. بس طب احنا عارفين ان انت لعبت بوكس برضو. انت لعبت بوكس قبل الامامي؟ لا لا لا، انا بدات امامي بس كنت بحب البوكسنج اكتر يعني. انا حتى كنا لسه بنتكلم في الموضوع ده، يعني اول ما بدات اتمرن ام ام اي كنت مثلا في تمرين الجرابلنج او الجوجيتسو كنت بروح اتمرن بوكس، اخلي مثلا كابتن منص ساعتها اقول له قول لي اي دريل اعمله على الباك، مش عايز اتمرن جوجيتسو. كنت حابب قوي البوكسنج، بس كنت حابب البوكسنج استخدمه جوه الام ام اي، مش العب بوكسنج لوحده. بس لحد ما كان في فتره جت كده كنت محتار اكمل بوكسنج ولا ام ام اي، لحد ما خدت القرار وقلت خلاص اكمل ام ام اي وبس، اعتمد بقى ستايل يبقى بوكسنج اكتر. تمام. طب والمتفرج اللي ما يعرفش الفرق ما بين ستايل البوكسنج للام ام اي وستايل البوكسنج للبوكسنج، ممكن نشرح لهم يعني؟ ممكن ستايلنج بوكسنج للبوكسنج بتفرق في الستانس بتاعتك، بتفرق في ايدك فين،
عدد الضربات، في يعني في تفاصيل كتير قوي. يعني مثلا في الام ام اي ما ينفعش افضل رافع ايدي فوق، ممكن اتاخد تيك داون، وفي نفس الوقت ما ينفعش افضل واقف الستانس بتاعي عالي، لازم البيز بتاعي موجود على الارض عشان لو اللي دخل معايا عايز يجرابل. بس ستانس الام ام اي اهم حاجه تبقى محافظ على الديستنس بتاعتك. في البوكسنج برضه بس الام ام اي بزياده، عشان انت لازم تبقى شايف كل حاجه، شايف الريسلينج، شايف الكيكس، شايف كل حاجه، فايدك ممكن بتنزل حاجه بسيطه بس عشان الديستنس، عشان تبقى جاهز للديفند التيك داونز. طب انت ابتديت ام ام اي سنك صغير قوي كبروفيشنال حتى، كانت ايه رحلتك للام ام اي؟ يعني ابتديت سبارينج وانت عندك كام سنه؟ ابتديت لعبت امتشر؟ لا انا لما بدات ما كانش في امتشر للاسف. أوكي. انا اول ما بدات كان ما فيش امتشر في مصر، دي حاجه انا مبسوط منها دلوقتي ان هي موجوده في مصر، هتطلع اجيال اقوى بكتير. كان زمان الناس اول ما بتلعب بروفيشنال، وهي مستواها ما كانش لسه بروفيشنال. يعني اول ماتش ليا مستواي كان لسه مش بروفيشنال خالص، كنت ما اعرفش اي حاجه في اي حاجه. دخلت الفايت بعد اربع شهور بس، اربع شهور تمرين ورحت لعبت اول فايت، ما عنديش باك جراوند عن اي حاجه، كنت بلعب بس كاراتيه وانا صغير. بعدين وكسبت الحمد لله، بس المستوى كان وحش جدا. بس دي مشكله ناس كتير بتقع فيها هنا. الناس زمان يعني بتبدا مفيش اماتشر، مفيش حاجه تبني عليها اكسبيرينس، فانت بتطلع بره مثلا ممكن تعمل هنا ريكورد مثلا 5 وين مثلا، تطلع بره تلاقي الخمسة وين زيك ده حاجه اعلى بكتير، عشان هو قبلها لعب كتير ولعب اماتشر ولعب احتك كتير. يعني في ريكورد مستخبي ورا بالظبط، في اكسبيرينس. انت اهم حاجه في اللعبه دي الاكسبيرينس، انت عندك خبره، عندك عديت بايه في الكيج، عديت بايه في التمرين، الكلام ده هو ده اللي في الاخر بيوري مستواك يعني. بس فانا لما بدات ما كانش في اماتشر، وانا من اول يوم كل يوم بسال الكوتشز عندي انا هلعب بطوله امتى، هما ما بيردوش ان هما يكسفوني يعني، بيقولوا لي انت مستواك بيتحسن قريب. مره لقيت في بطوله كده نزلوا يعني ميعادهم، ففضلت ازن على الكوتشز بتوعي كل يوم، وهم مش موافقين، هم عارفين ان مستواي مش حلو ساعتها يعني. فبس في الاخر بعد زن وافقوا بالزن يعني، وفعلا خدت الستيب وكسبت الحمد لله. الحمد لله انا كسبت يعني، كان اداء وحش جدا بس الحمد لله عدت على خير يعني. وكان عندك كام سنه في وقتها؟ كان عندي ساعتها كنت استم 16. اوف 16 صغير قوي. كنت تعبت، وحتى الفيديوهات القديمه ليه كمان اتفرجت شكلك عيل صغير لما دخلت تتكلم مع رجاله يعني، منظر مش راكب. اللي انا لعبته اول فايت ده كان 22، يعني فرق ما بين 16 و 22، الفرق ده في فرق السن في الوقت ده بيبان يعني، هو كان اقوى مني واكبر مني بس. طب وايه سر نجاحك في الفايتس دي؟ يعني ازاي واحد 16 سنه يقدر يكسب فايتس ضد رجال؟ طب يا ربنا. انا على طول انا عمري ما كنت بتعامل بفكره ان ده اكبر مني او ده اصغر مني يعني. انا لحد النهارده ما عندناش في حته اللعبه دي السن، ما عندناش في الجيم مثلا حته السن. انا عادي ممكن حد اكبر مني ب 8 سنين وممكن يبقى اعز صاحب ليا في التمرين. ودي فعلا حصل. لا يعني حته السن دي من زمان، من اول ما بدات مش ببص عليها، بالعكس بحاول افكر بطريقه ان هو مش طريقه واحد لسه بقى عايز يتحط في زون اللي هو 16 سنه فانا بعمل ايه في سن 16 سنه. لا انا بروح اشوف ال 25 و26 بيعمل ايه وبعملها برضه في سن 16 سنه، ده بياكل ازاي، ده بيعمل ازاي. يعني ما كنتش بستسلم لفكره ان السن هو اللي يحدد انا المفروض بعمل ايه دلوقتي. فكان دايما عندي كده حته اللي هو انا مش حاسس ان انا بعمل كفايه، فلما اجي مثلا اتكلم مع حد ويلاقيني يلاقيني بقول كده، واللي هو شايف نفسي اللي هو مش بقدم كفايه، بيقول لي انت في سنك ده انت بتعمل اكتر بكتير من المفروض بتعمله. فانا بتضايق من الجمله دي اللي هو مفيش حاجه اسمها سنك المفروض هو اللي يحدد، عادي انت ممكن تبقى ناجح وان انت 22 23، ممكن توصل انت عندك 38، هي مالهاش سن. بس فممكن فكره ان انا ما كنتش بركز على ان انا سني قد ايه او كده. بس والحمد لله يعني معايا تيم من زمان كويس، مركزين معايا، دي كانت اهم حاجه يعني، دايما بيركزوا معايا. بس والحمد لله يعني عرفنا والتيم اللي معاك ده تيم اس ام بي. دلوقتي تيم اس ام بي من الاول.
انا بدأت الاول ما كانش فيه اصلا تيم اس ام بي، كان فيه فينوم، كان كابتن احمد ثابت وكابتن محمد جمال، الاثنين بيمروا مع بعض. بس كلنا كتيم كان فيه تيم كبير قوي اسمه ساراسنز، ساراسنز ام ام اي. ده كان كابتن احمد فارس، اسلام سياحه، حسن ابو علي، منص، الناس دي كلها مع بعض. بس ما كانش جيم لوحده لحد ما فتح اس ام بي، وكلنا بقى بدانا نكامب هناك يعني. بس انا برضه موجود لسه في فينوم، موجود في اس ام بي يعني. التيم نفسه دلوقتي في اس ام بي، الكور هو اللي كان في فينوم هو اس ام بي. طب وايه الاضافه اللي كباتن كبار قوي طبعا يعني اساطير في الام ام اي دلوقتي في مصر، هم كان ايه تاثيرهم في الجيم بتاعك؟ يعني كانت اهم حاجه ان هم وجهوني يعني بنسبه كبيره صح، ممكن اقول بنسبه كبيره صح في الاول. وده جزء الام ام اي في مصر هنا مفتقداه، فكره ان انت الوعي الاحترافي في اللعبه واقع. الناس مش فاهمه انت ازاي بتمانج فايتر، الكوتشز مش فاهمه انت ازاي بتمانج الفايتر ده، مش فاهم انت ازاي بتتعامل مع النيوتريشن بتاعه، مع ازاي تبنيه كفايت، ازاي تجيب له فايتات مناسبه ليه، مش هقولك سهله، مناسبه ليه في الوقت ده، ما تضحيش بيه بدري، بتبنيه كستار. فدي كان جزء التيم بتاعي كان حضرها وكان شافها، وفي ناس منهم كانوا وقعوا مصيده في الكلام ده يعني. بس ف اكسبيرينس طبعا هم خدوه كان بيتنقل لي، بس والحمد لله يعني عرفت اخد منهم خبره، وعرفت اخد منهم حاجات كتير قوي مفيده فادتني، وبقت شغال بيها لحد دلوقتي. طب وكان ايه احساس العيله وانت بتقول لهم انا هبقى فايتر؟ يعني في الاول مامتي كانت مسافره ساعتها، ما كانتش موجوده، فانا يعني كانت دايما عارفه ان انا بحب الكوره، فاول ما عرفت وبتاع تقول لي دي هي ما تعرفش الامامي، فتقولي بيعملوا ايه يعني، فبقول لها بيخشوا كده، انا كنت بخوفها يعني، بقول لها بيخشوا قفص كده ويضربوا في بعض، تقولي ليه وبتاع، كانتش عاجباها خالص. بس هي دايما ما عندهاش مانع في فكره ان انا اجرب. بس فروحت جربت وكده، وطبعا كنت بعد كل تمرين يبقى في تعويره في حاجه، فكنت بروح لها مبسوط قوي، بصي حصل لي، فانا كنتش فاهم ان ده بالعكس بيكرهها اكتر في اللعب، لحد ما اتعلمت ان انا ما اوريهاش اي حاجه، في حاسس باي حاجه ما بقولهاش، خلاص هي بقت عندها سلام نفسي من طيب. ودلوقتي بما ان انت بقيت بطل، النظره اتغيرت؟ طبعا يعني هما دلوقتي بداوا يشوفوا طريق مرسوم اكتر. زمان ما كانش في حاجه امسكها اقول انا مثلا هبقى كده، هبقى زي ده، هبقى في مثلا بطل كبير قوي هنا في مصر راح اليو اف سي مثلا فانا عايز ابقى زيه، ما كانش في رول موديل او حد نمشي وراه هنا في مصر، او نقول مثلا انا عايز اعمل زيه، فالموضوع كان ملوش ملامح. بس دلوقتي لما بدأوا يلاقي الموضوع الحمد لله بوصل لحاجة كويسة فيه وبحقق فيه حاجة كويسة، بدأوا طبعا البيت كله في فخورين بيا وبيحسسوني فعلا انا بعمل حاجة يعني. بيحضروا لك فايتات؟ لا خالص، لا 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 ما يقدروش. لا اخواتي ممكن، بس مامتي ما تعرفش تتفرج اصلا، هي اتفرجت على فايت واحد وانهارت. طب وانت بتبقى نفسك ان هم يجوا ولا انت نفسك لا انا افضل؟ لو مامتي اكيد وجودها هيكون بالنسبه لي حلو جدا، بس ممكن يقلب معايا بالعكس. هي اكيد هتتوتر لما تشوفني يعني. هي بقى بقول لك حتى هي ما بتتفرجش على الفايتات دلوقتي، هي بس فايت تبقى عارفه ميعاده، فبتخش تقوم عامله نفسها نايمه وشايفهم بره، سامعهم بره بيتفرجوا عليه، وتفضل صاحي لحد ما الماتش يخلص، تقوم رايحه طالعه لهم عمل ايه بس. طب ايه حكايه صينيه المكرونه البشاميل؟ والله كانت لسه معموله امبارح ما اكلتهاش. لا يا مامتي بتعمل مكرونه بشاميل حلو جدا، انا بحب المكرونه بشاميل بتاعتها دي، ممكن تكون اكتر اكله يعني انا بحبها. بس فدايما بقى وقت الفايتات، وحتى من دلوقتي انا بقول لك هي كانت لسه عامله امبارح ما اكلتهاش للاسف، بكون مظبط اكل يعني وماشي على نيوتريشن بلان. بس في مكرونه بشاميل بتاعتها بتوحشني لما بكون بقى كامب، فاول حاجه بتيجي على دماغي بعد الفايت انا اطلب منها بقى اكتر اكله بحبها. فانت بتبقى مستني تخلص الفايت عشان تكسب وعشان المكرونه بشاميل. طبعا ده اكبر حماس، ده في الاخر بقى، في الاخر بقى الويت كات ده بيكون صعب جدا، تبقى محروم بقالك شهرين واكتر كمان. بس ف الويت كات بتبقى تقيله عليك؟ طبعا
تقيله في الاخر، ممكن اقول لك في الاخر تقيله، في الاول اول كام كام لا ما تكونش تقيله، بكون باكل كميات كارب مثلا عاليه، فبيكون في انرجي يعني والدنيا بتكون تمام. بس في الاخر بقى اخر 5 6 7 كيلو دول بيجوا بقى كابوس اكيد ده. بس خلاص يعني تعودنا، اللي هو خلاص انت بقيت عارف جسمك هيتقبل الموضوع ازاي، بقيت عارف انت خلاص ما بقتش تقيل، انت عارف انت ميزانك كده كده هتجيبه، فالموضوع بيبقى سهل يعني. احنا لما بنبص على الريكورد بتاعك في خسارتين عليه لنفس البني ادم، نفس ايه اللي حصل في الفايتس دي، ولو لعبته تاني ايه اللي هيحصل؟ وطبعا بني ادم ده عمر دفراوي يعني لو محدش يعرف. انا قبل كده قلت الكلام ده، انا اول فايت ده مش انا مفيش اي خساره ممكن ما اعترفش بيها، بس اول فايت ده مش بعترف بيه، وقته كان غلط، كنت عندي 17 سنه يعني، احنا كنا لسه بنقول انا بادئ 16 سنه، انا بدأ الماتش لعبته بعد تاني سنه، بعد اول سنه. كنتش يعني مكنتش فعلا ليفل البروفيشنال لسه، كان ممكن زي ما قلت لك في الاول اللي هو كان توجيه غلط مش اكتر، بس اكيد اتعلمت منها الحمد لله. تاني فايت انا كنت شايف ان الحمد لله انا كسبان الراوند، الثري راوندز كانت ليا المفروض على السكور كارد، لحد ما في الاخر اتخذ سبميشن وهو كسب. بس ونفسك تلعبه تاني؟ لو هو هيجي هنا مصر هيلعب في قضية عايز يلعب الحزام بتاعنا ما عنديش مانع، بس هو كفايتر لا، ما يعني ما بقاش هو دلوقتي يعني لسه كسبان ماتش اظن ما شاء الله يعني، بس كان قبلها عنده لوزينج ستريك، ما اعرفش الريكورد بتاعه كام دلوقتي بالظبط، بس كان عنده كذا كذا خساره في الاخر. بس مش عارف هو لو هيجي مصر مثلا ويلعب في قضيه وعايز يلعب، لو كسب فايت وعايز يلعب على الحزام معانا ما عنديش مشكله، عامله زي اي حد اي تايتل كونتندر يعني. طب وكان احساسك ايه وهو بيعمل لك البوست فايت انترفيو في؟ والله يا عادي انا كنتش مركز معاه، كنت مركز مع بيدرو. بيدرو هو اللي كان المين فوكس بتاعي يعني. بيدرو ما كانش في ناس كتير قوي عارفاه ساعتها، والناس بتقول بس هيلعب واحد برازيلي، هو بالنسبه لي كان تشالنج كبير قوي. هو من اللعيبه الاندر دوجز، ناس مش متشافه او اللي هو مثلا مش بيعرف يتكلم قوي او ما عندوش ال 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 ما بيعرفش يعمل تراش توكينج مثلا، فاللي هو يبان هادي شويه، لكن هو فايتر قوي جدا يعني. الريكورد بتاعه لو هتبص على الناس اللي لعبها، انت بتحكم على اي فايتر من الريكورد بتاعه الناس اللي لعبها، مش قصه هو كسب قد ايه وخسر قد ايه. انا دلوقتي ممكن ابقى عندي واحد عنده 20 وين وزيرو لوس، ممكن ال 20 وينز دي تكون كلها ضد ناس بادد ريكورد يعني 0 0 0 1 بس اسمه بيكسب. ممكن واحد تاني زي بيدرو الريكورد بتاعه كان مش الواو، كان 8 6 تقريبا خسران كذا مره، بس لما تيجي تبص على ناس اللي لعبها، لما جيت اتفرج على ناس اللي لعبها لعب ناس اساطير يعني، لعب ناس كويسه جدا، ناس عالميين في البرازيل. بس فانا كنت متاكد ان الفايت زي كده هيكون تشالنج ليا يعني، بالذات اللي انا كنت لسه طالع من فايت كان خلصان نو كونتست. وبرده جه شورت نوتس يعني، جه قبلها اربع اسابيع. انا الكامب ده بتاع بيدرو انا اتغير لي فيه حوالي اربعة اوبوننت، كان منهم واحد اسمه رميل ومش فاكر كان قبلها مين، وبعدها حد في الاخر جه بيدرو. بس فانا وانا بتفرج عليه قلت هيبقى فايت صعب وفايت تشالنجينج، بس انا موافق. الجوجيتسو بتاعه كان كويس جدا، كان انا كنت شايفه فايتر هيبقى اكتر قلب يعني، حتى في الكامب كان كلهم بيقولوا لي انت هتوقعه نوك اوت، مش هيستحمل منك مش عارف الايه بتاع، طبعا بيحمسوني كده. انا بقول لهم الفايت ده نسبه 90% هيوصل ديسيجن، هو ما بيقعش طف جدا طف جدا، انا ايدي اتكسرت عليه. كان لعيب طف، فكنت عارف ان هو هيستحمل للاخر، وفي الاخر الحمد لله عملنا فايت كويس يعني. طب نرجع شويه لورا، كنت عايز اسالك اكتشفت منظمه قضية ازاي، وتقدر تحكي لنا ايه على اول فايت علي؟ انا الاول كنت مخلص اخر فايت ليا اللي كان اللي كنا اتكلمنا عليه من شويه، اللي هو
كان خلص خسارة ده. كان ساعتها الفايت ده عمل ضجة كبيرة في مصر والناس كتيرة كانت عرفتني, وفي حتى مانجرز من برا كلموني ونجيب لك فايتات من برا. وجالي جالي ماتش قبل كده, جالي ساعتها ماتش في منظمة في الإمارات. فأنا كنت شايف خلاص الطريق برا يعني شبه جاهز أو مفتوح, لحد ما حصل وكنت أنا كنت داخل الجيش يعني, فما كنتش حابب ان السنة تعدي ان انا ملعبش. فلما جيت بصيت على هلعب فين هنا في مصر, ما لقيتش حاجة يعني, ما لقيتش فعلا حاجة اللي هو هرجع تاني ألعب فيها. فانا قلت ما كنتش عايز يعني السنة تخلص, لحد ما لقيت كابتن اسلام سياحة بيكلمني بيقولي في منظمة جديدة اسمها قضية جاية هتبقى كويسة جدا كذا كذا كذا, عرفني عليها يعني. فانا ما كنتش شفت حاجه لسه, ما كنتش لسه اوديو موجوده يعني. قلت له ماشي ممكن ويلا بينا وبتاع ونشوف وكلام. كان طبعا ده مش تخيلي خالص ان اوديو هتبقى عامله كده, انا قلت تبقى زي الباقيين يعني. لحد ما جه اول ايفنت, قبل ما نيجي الايفنت, قبل ما يحصل اصلا الايفنت واحنا لسه بنتكلم مع مستر مصطفى وبنشوف, لقيت الموضوع بروفيشنال جدا, الموضوع مختلف, الام ام اي متغيره في مصر, بتعامل زي ما الناس بتتعامل بره, فحسيت ان في حاجه مختلفه. بالعكس قلت دي ممكن كانت احسن حاجه تحصل ان انا السنه دي العب فيها واخد فرصتي هنا مع قضية, وان شاء الله مكمل معاه. وكان رايك ايه في قرار ان هم يغيروا الريزلت بتاع اول فايت؟ لا طبعا مش موافق لحد دلوقتي بجد. لا لا ضدهم لحد دلوقتي في القرار ده. ممكن انا ومصطفى نتخانق دلوقتي بس مش مشكله. لا انا كنت شايف ان يعني الديسيجن زي كده مش بيتغير, ديسيجن زي كده مش بيتغير حتى لو الديسيجن صح, لان انا اكيد مش عايز اكسب بالطريقه ان هو انا ما كنتش استحقها. بس انت دلوقتي كام ام اي, انت دلوقتي ضربت الليجل ني والحكم ما حسبهاش, الحكم اللي في الكيج ما حسبهاش, فانت يعني كمنظمة مش المفروض انك انت بتغير ديسيشن ده بعدها باسبوع يعني الموضوع. بس هو ده اللي ضايقني يعني. القرار في الاول في الاخر احنا بنشوف في اليو اف سي وبنشوف حتت كتير قوي الديسيجن, في ديسيجنز كتير قوي غلط بتتاخد, و الابيل عامه ما بيمشيش, ما بيمشيش طالما الستوبج مثلا بتاعه الحكم يعني. في امثله كتير قوي, ما فيش حاجه على دماغي بالظبط, بس في امثله كتير قوي الحكم اللي في الكيج بياخد قرار بدري, بياخد بيوقف مثلا الفايت والفايتر ما يبقاش مثلا خلص نوك اوت, تفاصيل كتير قوي وخلاص القرار اللي طلع من الحكم ده بيكون اخر قرار. بس فانا بس اتضايقت من الموضوع ده. بس فكرة ان هي الليجل ني او لا دي موضوع انا اكيد مش عايز اكسب بطريقة مش صح يعني. بعد كده كان في كلام ان هيبقى في ريماتش مع علي ندال. ليه ما كانش في ريماتش؟ هو خاف يعني مش هجملها الصراحة. هو كان جاي, انا ماشي اكيد كان عايز يكسب وكده, بس انا كنت شايف ان انا احسن منه الحمد لله. الماتش خلص في دقيقة, فهو فهم فرق الليفل, انا بحترمه طبعا, بس هو اكيد فهم ان في فرق ليفل او في فرق الراجل ده ممكن يكون احسن مني شويه, فخلاص انا مش هاجم, انا لسه خسران يعني نوك اوت في اول دقيقه. وايه رايك في التطور ما بين ايفنت اللي بعده في قضية؟ يعني احنا شفنا قضية 1 بشكل, قضية 2, قضية 3, ايه رايك في كل مره, كل ايفنت بيحصل تطورات كبيره جدا. عشان كده كنت دايما بقول قضية بعد مثلا سنه او سنتين من دلوقتي ممكن تكون في حته تانية خالص, بس انت تعمل بره مصر كمان. فكره انك انت كل ايفنت انت يعني اول ايفنت ما اظنش ان هو كان فيه اصلا اي لاعب من بره غير علي. تاني ايفنت على طول اللي هو مش كيج اللي هو قضية, كان فيها لعيبه كتير جدا, وحتى كيج والله كان فيها لعيبه من بره, من المغرب ومن الجزائر, وكان فيها لعيبه كتير قوي. بس فكرة ان انت تحسس اللعيبة ان انت فعلا بروفيشنال, وان انت مش بس يعني مقتصر انك تلاعب لعيبة ميزانك هنا, لا هي قضية بتجيب لك لعيبة من بره وبتحط لك تشالنج مختلف,
وبتحتك يعني مع ناس كويس not padding records بالضبط بالضبط. يعني احنا لو هنبص مثلا على على الثلاث لعيبه اللي انا لعبتهم في قضيه, يعني مثلا قضيه مش عايزه تجيب لي حد اللي هو خلاص احنا بنكسبه خلاص. يعني راهول اخر واحد ده كان لعب في وان ولعب ضد ناس اساطير, لسه اسالك عليه. جاري تونن وملعب ملعب امير خان وملعب ناس كتير قوي قويه يعني, ولعيب مخضرم لعيب طف جدا. فمش مش بيحطوا لك احنا نجيب لعيب من بره وخلاص, دايما بيكونوا عايزين برضو لعيب ريكورد مستخبي مش باين ان هو لعب ليفل كومبيتيشن عالي قوي. عنده مكسبين في وان تقريبا مكسبين او ثلاثة او لا وضد ضد مستوى عالي بالظبط. كان ايه احساسك بقى وانت بتلعب واحد بالخبرة دي؟ كان احساسي ان خلاص بقى انت بتروح للنكست ليفل من الاخر, ان انت كنت بتلعب في ليفل معين مع كومبيتيشن معينة. فكرة بقى انك تتحط فعلا, انا قبلها بالمناسبة كنت لعب واحد من اليو اف سي, فدي كانت خلاص حطتني منتلي في حته كده اللي هو خلاص انت جاهز او انت مفروض تبقى جاهز للليفل ده, الستيب اب في الكومبيتيشن بالطريقه اللي هو انت فعلا تكون مش بس تتمرن وتتكلم وخلاص, انت بقى توري الكلام ده جوه الكيج, توري الكلام ده في الكومبيتيشن, تلعب ناس فعلا ريكورداتها كويسه وخبره. لحد ما بتاع اليو اف سي ده اعتذر وعلى طول قضيه جابت لي راهول, بسطت جدا وكنت خلاص منتلي, انا كنت في حته كده ان هو انا جاهز للليفل ده وجاهز اشوف نفسي بقى قدامه. يعني الناس دي انا بتفرج عليها على طول. مش هقول راهول الصراحه, ما كنتش اعرفه ساعتها. جاري تونن, امير خان, الناس دي انا على طول بتفرج عليها على طول بشوفها. جاري تونن بالذات في الجوجيتسو بشوفه على طول. فناس انت كنت بتتفرج عليها مره واحده لقيت ان انت هتلاعب واحد بيلعب معاهم, فكان موضوع كان حلو جدا يعني. بس وهي الحاجات دي بقى اللي بتديك احساس حلو في اللعبه, انك فعلا بتوصل لحاجه وان انت بتعمل حاجه انت كنت لسه بتتفرج على واحد زي كده وبعد كده بقت بتلعب. هتلعب اديتك دفعه في التمرين؟ طبعا. لا يعني فكره دفعه التمرين دي ما بيبقاش عندي حاجه اكيد في حاجات بتحمسني, بس انا على طول يعني على طول بتمرن مره ومرتين في اليوم بس. ففكره الدفعه المختلفه ممكن بتيجي مثلا كاستايلستيكلي, مثلا اللي هو بدل ما هكون بتمرن كله جنرال سترايكنج كله, مثلا مع رهول ركزت اكتر في اخر شهر على الجرابل. هو الكيج كنترول الجوجيتسو بتاعه كان عالي جدا, كان واخد ADCC ايجيا تقريبا. اوكي. فجرابلر تيل يعني. مش عارف اسمها ADCC ايجيا ولا ADCC انديا حاجه كده, بس واخد ADCC واخد الحزام هناك. فهو كجرابلينج وايز كان توب ليفل يعني. بس فركزت قوي في اخر شهر لما عرفت ان انا هلعبه على الجوجيتسو. طب ايه رايك في اللي هو قاله لما تسأل مستواك في سترايكينج من 10 كام؟ انا دي قلتها ساعتها في البريس كونفرنس, فكره ان هو انت ما تقدرش تحدد حد غير لما تكون خلاص انت هتلعب معاه, او اللي هو الراجل ده لعب مع مين عشان احدد السترايكينج بتاعه. وبرضه مديله عذر, هو جاي مصر وما سمعش عن مصر, ما سمعش عن فايترز في مصر, فهو قال لك الراجل ده مثلا ممكن بص على الريكورد بتاعي لاني مثلا خسران شويه كسبان شويه, فاللي هو الراجل ده والخسارتين سبمشن بالظبط. ف ال يعني هو ممكن بس كان بيداون جريد اللعيبه هنا في مصر كجنرال, انا ما شفتش ان هو يقصد ان انا ما خدتهاش بيرسونال على قد ما هو شايفه بيقلل من الام ام اي هنا في مصر. بس ساعتها قلتها ان انا جاي اغير القصه دي, انا وكل الفايترز اللي لعبوا في الكارد قضية ثلاثة عملوا أداء كويس, حتى الناس اللي خسرت يعني, حتى محمد سمير لعب كويس جدا, اللي عمل فايت كويس جدا, سيسي, دينا, كل الناس اللي لعبت ناس من بره مصر عملت ظهروا بشكل كويس, بشكل كويس, كلهم كسبوا يعني. بغض النظر على سمير كان ديسيجن كلوز قوي. بس فبسطت قوي من النقطة دي, فكرة ان انت خلاص بتوري بقى 6 6 معاك نوك اوت يعني. لا طلعوا كفايه 6 هي بتبقى ما كنتش واخدها بيرسونال خالص, بس خلاص ان هي باك فاير عليه بقى.
طب وايه رايك في لو حد بيقول على محمد سالم سترايكر بس او بوكسر بس؟ دي كنت ممكن اتقبلها زمان يعني، انا كنت بقول لما بسمع الكلام ده زمان كنت بقول ممكن الناس تقول كده، عشان كنت مركز اكتر كبوكسنج، كنت بنزل كنت بشارك في بطولات جمهوريه بوكسنج، بطولات مناطق، بطولات محافظات، كنت بلعب بوكسنج كتير مع الام ام اي، فكنت واخد يعني التايتل ده في التمرين شويه ما بيننا في الماتشات الكلام ده، كنت بحب العب يعني سترايكنج اكتر. بس دلوقتي انا مش متقبل الكلام ده خالص، انا بقيت وير راوندد يعني، مثلا الكلام ده ممكن ما بانش قوي في اخر فايتات، بس انا متحمس ان انا اوري الكلام ده الفايت الجاي يعني. ليفل جوجيتسو عالي جدا الحمد لله، الجراوند جيم كله، جرابلينج، الريسلينج، الكلام ده كله عالي الحمد لله. بس انا استغربت من موضوع 6/10، لان انا وانا ولا انا مدرب ولا انا اي حاجه، بس اللي انا شفته مش مجرد واحد بوكسر او واحد سترايكر ايده تقيله ولا حاجه كده، انا شايف واحد بيعرف يتصرف في كذا رينج الفايت، الرينج من بعيد بتعرف تتصرف ببوكسنج رينج طويل وكيكس، لما بيتقرب شويه الالبوس شغاله، التيك داونز، في نيز، في ابر كاتس، في شغل في كل حته في السترايكنج، مش بوكسنج بس، مش ايد تقيله بس، لا واحد بيعرف يسويتش من وان رينج للتاني بطريقه مش بنشوفها في الام ام اي في مصر. انا اي ثينك ده من اسرار نجاحك، ما اعرفش انت رايك ان دي حاجه فعلا ميزه عندك ولا هي مجرد وان كومبوننت موجوده عاديه في الجيم عندك. فكره ان انا اكون بعرف اتحكم في الديستنس واستخدم الكلام ده، طبعا اكيد اكيد ده بيديك ادفانتج. لا انا شايف ان الكلام ده كله ده مش عندي قد ما هو انا اشتغلت عليه يعني. كان الكلام ده كله كان ممكن زمان كان يبقى هو نقط ضعفي اصلا، ان انا مثلا بترمي قوي في السترايكس، مش بشغل، مش 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 بكنترول الديستنس كويس، بانجيج كتير مثلا فباخد دامج عالي. احنا سمعنا ان كان في اصابه قبل الفايت اللي فاتت، تقدر تقول لنا ايه على الاصابه دي؟ انا في كامب بيدرو كان، وقبلها برضو كان حصل لي مشكله في ركبتي كده، بس كانت اصابه عاديه، كان حاجه في الغضروف يعني، مش حاجه، بس كل شويه بتشد عليا. لحد فايت راهول خدت في السيميليشن بتاع الفايت قبل الفايت بالظبط باسبوعين، قبل الفايت باسبوعين اخدت كيك، ليك كيك في الني بالظبط، وانا كنت باخد ستيب بيها يعني، ما كانتش على الارض، كانت لسه هتلاند، فخدت كيك كانت حاجه بسيطه بس، وانت تقلك عليها بالظبط وانا لسه بتقل عليها يعني، هي كانت في الهواء ولسه هتنزل على الارض، فخدت كيك وهي بتنزل على الارض، فنزلت غلط، لفت لفه غلط، حصل لي مشكله. انا طبعا كنت بكدب دماغي وبكدب اي حاجه، ما كنتش هعمل اشعه او اي حاجه، الام ار اي الكلام ده كله، قلت بعد الفايت انا كده هلعب الفايت ده، كنتش بعرف امشي يعني، قعدت. الموضوع كان ضغط قوي، عشان جيف اسبوع كان اهم اسبوع في الكامب، اللي هو قبل الفايت باسبوعين بيبقى بالنسبه لي كونديشننج ويك، بقى الكونديشننج بعلي كونديشننج جدا، بهتم بحاجات معينه، بيبقى في سبارينج سيميوليشن حاجات كده، بكون خلاص بخلص بقى الكلام ده. وبرده مع ضغطه الويك كات بيبقى الموضوع ضغط شويه، بس فيها جت في وقت انا حصلت لي يوم خميس ما عرفتش اتمرن لحد تاني يوم، لحد تاني اسبوع يوم الاثنين ولا الثلاث، وما كنتش بعرف اتمرن اي حاجه، كنت بس بقف كده اللي هو اكون بحاول اشوف هي هتقدر مش هتقدر معها. طبعا كنت بعمل، رحت للدكاتره وحاجات كده كتير، بس ما كنتش بعمل ام ار اي، عشان مش عايز اعرف هي فيها ايه، عشان لو عرفت هي فيها ايه ممكن ما العبش. قلت انا هتقبل الموضوع، البس ركبه في التمرين وبس بتعامل معاها. وفعلا الحمد لله في اخر اسبوع، بقى اخر اسبوع قبل الفايت بيكون بس الاسبوع اللي احنا بنجيب فيه الميزان يعني وكده، فما بيكونش فيه ضغط تمرين قوي معاها، كنت بعمل حاجات عليها وكده، فهديتها جدا مع دكتور عمر علاء برضو من المنزه، دكتور احمد سمير. فلعبت يوم الفايت، خلاص انا نسيت بقى ركبتي في اخر اسبوع ده، نسيت ركبتي، نسيت كل حاجه، انا كده هلعب الفايت ده، ما كانش عندي 1%
شك او اللي هو انا مثلا مش عارف اخد القرار، انا كده كده مقرر هلعب ركبه واحده ركبتين موجودين اي حاجه، انا كده كده هلعب. القرار كان كده كده كنت واخده، بس فخلاص نسيت بقى في اخر اسبوع ده ركبتي كويسه مش كويسه. حاولت على قد ما اقدر الاسبوع اللي قبله بتاع كونديشنينج ويك الحق بس التمارين اللي كانت عندي، والحمد لله فيها تمارين عملتها بشكل كويس جدا. زي ما بقول كنت مصمر ركبتي، البس ركبه مش عارف ارش ايه اعمل ايه اعمل ايه، كنت بقى طبعا الموضوع ده غلط. طب واخد بعضك بالعافيه، هوصل نفسي للفايت يعني هوصل نفسي. الموضوع ده غلط عشان برضو ما اكونش بحمس على حاجه تكون اهم حاجه طبعا صحتك، وانك تاخد بالك من اصابه زي كده بدري عشان ده ممكن بالعكس يزودها او انت مش عارف ايه. بس انا الموضوع معايا كان مختلف، كان هو انا الفايت ده كده كان هلعبه، هو كان جاي في يوم مميز جدا، يوم 23/6 يوم مميز جدا، بس فقلت لازم ألعبه. وفعلا رحت وزنت خلاص، أنا ناسي ركبتي، ركبتي تمام غصب عني، هي ركبتي تمام. بسخن فكان معايا كابتن أحمد أمير، عايزين بس يا كابتن أحمد أمير متشكرين، فبيسخن معايا فبنسخن كيج كنترول، فشدني بشدة فأنا بروح العكس فضلعي اتشد. اللي ما عرفش الاصابه دي بتبقى حاجه رخمه قوي في الكينج كنترول والمصارعه، بتحس بنغزه اللي هو انا مش عارف اخد نفسي، مش عارف اتحرك، مش عارف اتويست، مش عارف اعمل اي حاجه قبل الفايت بساعه مثلا واحنا بنسخن. هي واكبر فايت والمين ايفنت وانت بره بقى الناس كلها وشايف الناس كلها موجوده وخلاص فانا قعدت حتى معايا الفيديوز يعني قعدت مش عارف اعمل ايه، وتعصبت جدا، كنت في مود، دخلت في مود تاني بقى بفكر في اصابه تانية اللي هو اصلا انا عندي ركبتي مش عارف اسخن منها. سوري انا نسيت اقول، بسخن بركبتي وبتاع، حسيت بس بحاجات مش امان فيها، بس خلاص اللي هو انا الموضوع هيبقى تمام يعني. بس دخلت جالي بقى الدكتور والكلام ده ورشيت بينج عليها وفضلت انها تحط حاجات كتير عليها، كده هلعب مفيش اي شك، لحد ما دخلت الفايت واول اكستشينج حصل راح مسك رجلي المصابه اصلا، فانا ببالانس وبقف على رجلي الثانيه فلسه هيتنيها، فانا قلت له انا هقع مش هحاول معاك انا هقع، فهو كان جاي على جنبي اظن اليمين فانا الشمال قصدي، فانا عشان اقوم واعمل كده ضلعي موقفني. كانت الناحيه دي ضلعي اقوم راجع تاني مش عارف اعمل امسك تاني ولسه هحاول، مفيش اصلا البوش ان انا اجيبها. بس لحد ما قلت انا لازم اتذاكى في السويب ده، مش هجيبها عافيه، مش هجيبها اللي انا اقوم واقوم واشدها على نفسي، انا اصلا مش هقدر اعملها. فاستنيته يعدي استنيته عدى هاف جارد، واستنيته كان طمع في السايد ماونت يا اما الماونت، كان عايز بقى خلاص عايز يروح، فساب ميزانه لقدام. فانا لقيت دراعه معايا قمت على طول بايدي لطشت الاندر هوك، ما خدتهاش باللي هو الحزقه الريسلينج على قد ما هو بس ايه ضربتها في نفس الوقت، كنت معطل ايده الثانيه فالسويب جه فالسويب جه حلو جدا يعني الحمد لله. بس فمن اول ما وقفت خلاص بقى بلعب بسترايك معاه، لقيت ومش هننزل ثاني يعني. واحاول هو بعد كده اظن ما خدنيش ولا تيك داون يعني، بعد التيك داون ده بس ما خدنيش ولا تيك داون ثاني يعني، تقريبا حاول ياخدني كذا تيك داون بعدها وكلهم كنت بقى بدافعهم يعني. ليه راؤول كان قاعد منشن في حته التيك داون؟ مش لو انت 6 من 10 سترايكنج اظن كان هو متخيل ان يقدر يلعب معاك، بس احنا شفنا انه مصمم هينزل الفايت على الارض. هي ليها اجابتين، اول اجابه ان هو ممكن يكون او ده فعلا ده الحقيقه ان هو جرابلر او الجيم بلان بتاعته دايما بيحب ان هو ياخد الفايت تحت، بس في كل الفايتات على الاقل كان بيحاول يسترايك. السترايكنج بتاعه الصراحه يعني بكل احترام ليه مش شايفه كويس، حتى قبل ما لعبته انا ما كنتش قلقان من السترايكنج بتاعه خالص، بغض النظر هو لاعب سترايكرز اقوياء جدا، بس ما كنتش خايف من السترايكنج بتاعه خالص، فهو كان دايما بيروح للجرابلنج. ده برضو ليه علاقه الرش، لما كان بيرش بزياده ان هو يروح للتيك داون، ده ليه علاقه ان هو ممكن يكون شاف الباور او داق الباور او حس بقوه البونش ان هو خلاص هو مش عايز يقف، هو عايز يهرب للتيك داون بس. وبرضو دي كانت الجيم بلان بتاعته، هو شايف ان هو ممكن كان يكون اعلى مني في الليفل شويه تحت عشان ما شافنيش في تيست كبير قوي تحت. وزي ما انت قلت لما خسرت كان بسبب سبميشن،
فكان دي الجيم بلان بتاعته يعني. قبل الفايت كنت قلت, ويمكن ما كانش على نفس الاوبوننت لما انت قلت كده, بس قلت الفايت ده هيخلص وان بونش كلين, والفايت ده خلص وان بونش كلين وطيرته من وان بونش. مش تي كي او كمان, كانت كان كلين كي او. كلين كي او الموضوع بيبقى معروف تتحس. طبعا زي ما قلت لك انا بكون عارف طبعا اكيد اللي في الاخر بيحصل بسبب ربنا, بس بكون ليا نظره الفايتر ده ممكن ايه نقطه ضعفه, ممكن يخسر ازاي. عشان كده لما قلت لك بيدرو انا كنت عارف ان هو هيطول, عشان بيدرو مش لعيب سهل يقع نوك اوت, لعب ناس اكبر منه في الميزان كمان بكتير واقوى منه بكتير, وما حدش عارف يوقعه نوك اوت. فانا كنت شايف طبعا, كنت اكيد كنت عايز اكون اول واحد اوقعه نوك اوت, بس كنت شايف ان هو هيبقى عنيد. نفس الكلام مع راهول, كنت شايف ان هو التشيم بتاعته هتتفتح, هيكون فيه اوبننجز كتير, بغض النظر عن ان الفايت انا ما عرفتش الفايت بالمناسبه. انا مش شايف ان انا مثلا ممكن اكون اديت احسن من 6 من 10 5 من 10 بدي يعني لو هدي لنفسي ريتنج في الفايت ده ممكن ادي لنفسي 5 من 10. دي حاجه انا دايما بقولها, بقول ان انا لسه ما وريتش الليفل بتاعي, او ما وريتش ما عملتش البرفورمانس اللي اقول اه ده انا او ده مستواي. دايما بيكون في حاجه مرخمه, لازم في حاجه حصلت في رجلي مثلا ساعه ماتش بيدرو دي برضو ما حكيتهاش. كان حصل لي حاجات يوم الميزان كده, فرجلي كانت واقفه مني خالص. نفس القصه على راهول, كانت ركبتي وضلعي, فانا كبرفورمانس اه الحمد لله كسبت, وكان نوك اوت شكلها طالع كويس, بس مش شايف ان هو البرفورمانس اللي اقول لك اه بقى ده ال 9 اوت اوف 10 بتاعي, ده ال 8 اوت اوف 10, لا بالعكس اقل بكتير. 5 اور 6. مين في ميزانك هنا في مصر شايفه ممكن يبقى خصم مناسب ليك؟ هنا في مصر حاليا مش شايف لعيبه في ميزاني ممكن تنافس دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه ده على الحزام, بس في لعيبه كتير جدا كويسه. في لعبة كتير جدا كويسة ومفروض تاخد فرصها, بس مش معملوش او مقدموش اللي يديهم فرصة للتايتل. بس انا اتمنى ان اللعبة توصل للتايتل المصريين ويلعبوا التايتل ما يخرجش برا مصر. بس انا مش حابب ألعب حد من مصر. كنت لسه اسألك السؤال ده. تفضل دايما يجيبوا لك حد من برا؟ مش عايز ألعب حد من مصر خالص. انت دلوقتي التلاتة فايترز انت لعبتهم في قضية من بلاد مختلفة, ايه بلد انت شايف بتطلع فايترز ممكن يبقوا صعب عليك انت تلعبه؟ مش صعب على قد ما هي تبقى تشالنج. انا 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 اصلا طالبه وعايز, في الناس قريبه مني عارفه ان انا عايز العب مع حد روسي او حد داغستاني. دايما خلاص هم اتاخدوا بقى في حته دلوقتي ان هم البوجي مان بتاعه اللعبه خلاص, بالذات للسترايكرز. سترايكرز وجرابلرز للسترايكرز بالظبط, عشان انتي ستايل هم دايما عندهم حته جرايدنج في الريسلينج كده مختلفه. بس فعايز اخد التشالنج ده, عايز اثبت اشوف اتست نفسي قدامهم. بس فعايز انت تحط في الريكورد بتاعك واحد رسلر داغستاني, مش شرط واحد فرشر. ممكن اكتر من واحد عادي. ممكن عشان ده بالنسبه لي هيبقى فايت بقى في كل حاجه يعني. فايت لازم الاي كيو عندك يكون عالي وحاضر, لازم الكونديشننج بتاعك يكون عالي جدا, ما تزهقش من الريسلينج بتاعه, سترايكنج بتاعهم كويس جدا, فانت لازم برضو سترايكنج تبقى ينزل يهتك تك داون ياخدك اوفر هاند. هما اكتر ستايل حاليا, مش هقول لك اكتر ستايل بحبه على قد ما هو اكتر ستايل بيكسب, اكتر ستايل بيعرفوا يكسبوا بيه. قصه الريسلينج مع الجرايند, الحته الجرايندنج في الريسلينج اللي عندهم دي ما بيزهقوش, عارفين بيوزعوا وزنهم فين في الجوجيتسو في المصارعه حبيب ستايل يعني. ويقدروا ياخدوا الريسك في سترايكنج كمان. لو طلع اوت اوف بوزيشن من ضربه جامده عنده الريسلينج انه يقومه ويحطه في بوزيشن كويس. انا شايف ان انت جاي لابس تي شيرت اسطوره الهيرو بتاعي. انا مين الناس اللي انت بتبص لهم في الام ام اي او بوكسنج او كومبات سبورتس عامه وشايفهم هيروز بالنسبه لك؟ هو طبعا محمد علي ده رقم واحد قبل اي حد.
صورته عندي كبيره في البيت. انا كمان محمد علي بسبب حاجات كتير قوي غير اللعبه، ازاي الراجل اللي كان بيصدق في حاجه وبيحارب لها، حتى لما طلع من لما طلعوه مش خلاص، مش كان في البرايم بتاعه، حرموه ان هو ينافس في البرايم بتاعه، وفضل متمسك وفضل عشان بس مصدق في حاجه. فده بالنسبه لي بيمثل بقى فايتر بجد، مش فكره بس انك بتخش كيج تتنطط ولا بتخش رينج تضرب لك اتنين وتمشي، انا كده بقيت اسمي بطل. الراجل ده بيسمبلايز كلمه بطل بجد. انا كمان بس بعدها مثلا في فايترز كتير ماليش حاليا فايتر هقول لك ده الرول موديل او ده خلاص ده اللي انا شايفه كل حاجه في كل حاجه، بس في كذا حد بحبه يعني. اديسانيا، اسرائيل اديسانيا بحبه جدا، بحب ستايله جدا، بحب المينتاليتي بتاعته. دايما بحب افتح فيديوهاته واشوف الترابس، الحاجات اللي في النص اللي بيعملها، ازاي بيسيت اب الكيكس، ازاي بيسيت اب كل حاجه. لعيب ليفل مختلف. من كونر، برايم كونر طبعا. ناس طبعا دلوقتي هتشوفني كاجوال عشان بقول كونر. كونر كانش زمانا بنتكلم عليه دلوقتي لو ما كانش فعلا هو حاجه كبيره. كونر عمل كتير، عمل كتير قوي. وبعدين هو لو ما كانش حاجه جامده المكسب بتاع حبيب ملهاش اي لازمه يعني. لا هو كان جامد قوي في حته انه يوصلك لللفت هاند بتاعته بالظبط، هو هيسات ترابس وبحس ان انت هتروح لها انت غصب عنك. كان جامد قوي في الحته دي. وبرده قصه ان هو ازاي غير فكره ان انت تسل فايت بطريقه معينه، ازاي تبقى الفيلن بتاع القصه، ازاي تبقى الفيلن ومحبوب في نفس الوقت. هو غير الام ام اي، انا شايف كونر غير الام ام اي، وحبيب جه غير الام ام اي برده لما كسبه. بس ممكن كونر حبيب طبعا. حبيب ازاي الراجل متمسك بالنزعه الدينيه اللي عنده، حتى هو بيلعب في الليفل ده الراجل ما بيتكسفش يقول ان هو مثلا في الدين ما بيتكسفش ان هو فعلا واحنا انا طبعا كمسلم اكيد هشوف ده رول موديل في الحته دي، ازاي انت بتلعب في الليفل ده وما بتتكسفش. بما ان احنا بنتكلم على كونر وحبيب، ايه رايك في فكره التراش توك في الفايتس، وايه رايك في مصر تحديدا الفايترز بتوع التراش توك، وان التراش توك عامه حاجه احنا مش شايفينها تقاليدنا هنا في مصر؟ ايه رايك في الحته دي، الجزء ده من الام ام اي في مصر؟ الجزء ده في الام ام اي في مصر زي ما قلت لك من شويه، الوعي الاحترافي للعبه في مصر مش موجود، او على الاقل ممكن اقول لك بدا يبان له ملامح بعد ما قضيه بدات تنقل الام ام اي وتوري للناس يعني. فالناس بدات تفهم شويه. في الاول انت ممكن تكون بتعمل بريس كونفرنس مع حد وانت الموضوع ماشي بروفيشنال 100% وبس تزقه او تكلمه مثلا مش عارف ازاي وبتاع، وانت كلها كنت بتسل الفايت بتحمس الناس، وانت اصلا ممكن تبقى غلبان عادي. الناس بقى تاخدها ايه ده مغرور، ده ابن اللي مش عارف الايه بيعمل كده ليه، ده ان شاء الله ربنا مش عارف يعمل فيك ايه، وانت غلبان عن كده خالص يعني، انت بس بتحاول تسال. فالثقافه دي في مصر الناس مش هتتقبلها على الاقل دلوقتي، ممكن دماغهم تبدا يفهموا اكتر يعني. بس بره الموضوع مختلف عشان خلاص هي الناس عارفه انت ازاي يعني، الناس بتبقى عارفه ان انت بتسل الفايت وبرده بتروح بتباي يعني. بتباي الفكره نفسها، فكره ان هو مثلا انت عندك واحد زي كونر انت عرفت شخصيته خلاص، هو او كولبي كوفنتون مثلا. كولبي كوفنتون الناس كلها عارفه ان ده كاركتر يعني، ده مش شخصيته بجد، ده بس ده كاركتر هو مستخبي فيه ولسه بيحبوه، لسه مقتنعين بيه، او مش بيحبوه على قد ما هم مصدقين الكاركتر ده. هم عارفين كولبي ده شخص غلبان خالص عادي، بس هو واخد بقى الحته اللي مش عايز اتكلم فيها يعني، هو بقى كرتون كاركتر تقريبا يعني. بالظبط. فالناس لا لسه 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 مقتنع بيه وشايفاه عشان بس هو موصل الفكرة. فهي اصلا اللعبه كده، هي اللعبه انترتينمنت، انت مش بتلعب بس عشان عشان تكسب وتخسر. طبعا ده الجزء الاهم، وبالنسبه لي انا لو تسالني ده الجزء الاهم ان انا احقق حاجه في اللعبه. بس للاسف احنا للاسف انت مش بتلعب وفي 2 3 بيتفرجوا عليك، انت بتلعب وفي بلاتفورم كبيره قوي، فانك تهتم بقى انت ازاي بتسل للفايت بتاعك،
ازاي بتسل انت لنفسك ككاركتر دي مهمة جدا ومهمة قوي. اظن الواحد يبقى authentic character كمان بالزبط. يعني ان حتة كوبي كوفينغتون عدت بس مش اي حد يعرف يسأل حاجة مش موجودة اصلا. بالظبط هي بتبقى في حاجات موجودة في كل واحد عادي. يعني كونر مثلا دي شخصيته لايق عليه قصة الفيلن وكلام ده حتى لو هو شخص طيب وناجح وبيورك هارد وكل حاجة بس فكرة ان انت بقت الفيلن او اللي هو انت كل حد هتشتمه وهتعمله نيت دياز الجانجستر بقى والكلام خلاص انت كده بجد فبتوري ده للناس من غير ما انت تعمل مجهود بتلاقي خلاص انت بتقنعهم يعني. بس في لعبة تانية بتحاول تترش توك بتحاول بس الكلام ما بيبقاش ماشي مش راكب معاهم بالظبط. طب انت شايف ان انت تقدر تبقى فيلن عشان تبيع تيكتس؟ ابقى فيلن عشان ابيع تيكتس لا مش هبقى فيلن عشان ابيع تيكتس على قد ما انا هبقى بشخصيتي. يعني انا هبقى بشخصيتي عادي انا انت لو اضطريتني ابقى فيلن معاك ابقى فيلن معاك لو اضطريتني ابقى طيب وبحترمك وزي ساعة ماتش بيدرو ساعة ماتش راؤول عادي الدنيا ماشية جميل ماشي جيت في قلة ادب شايف انك انت بقى عايز تسل الفايت من ناحيتك هتلاقيني قلبت الفيلن معاك عادي ما عنديش مشكلة. بعد فايت راؤول كان في لحظة بقت فايرل بتاعت اليو اف سي خاف نقدر نقول ايه على الفايت ده ايه تفاصيلها؟ انت كنت قلت لي ان هو كان هتلعبه واعتذر بس ايه الناس ما تتعرفوش نقدر نقوله عن الفايت ده؟ الناس كلها شغاله تريقه دلوقتي بس انا مش مركز معاهم. قريت بس كومنتس كده من يومين او حاجه فخدت بالي وانا ما عنديش مشكله الناس شايفه الموضوع ازاي يعني بس هو ده اللي حصل ان اوديا كلمت ويل تشوب واول ما كلموه اول ما شفته كان ساعتها حد السبورتس مانجر هنا يعني هو اللي كان بيعرض الفايت وفقت على طول ما ترددتش في القرار قلت يلا بينا وافق ومضى العقد كل شوية اسأل قاضي انتو وخلاص تمام خلاص مضى خلاص هيعمل فيديو مش عارف هيعمل فخلاص الموضوع بقى خلاص بقى تحطه قدامك دي تشالنج لعب هو ماكس هولوي قبل كده ولعب هو الريكورد بتاعه كبير جدا الريكورد بتاعه 42 و19 حاجه الريكورد ما بيخلصش يعني بالظبط 42 لو لحد ما اعتزل الله اعلم اجيب 42 دي ولا لا بس فهو لعيبه خبره كبيره يعني حتى بره عن الام ام اي بيروح يلعب بوكسينج بيروح يلعب بير نوكل بس ف انا كنت موافق كنت شايف ان انا هكسبه كنت متاكد ان انا هكسبه ما فرقش معايا بقى من اليو اف سي مش من اليو اف سي خلاص زي ما قلت لك من شويه خلاص انا كنت حطيت نفسي كده في حته ان هو انت بقى لازم تطلع للليفل ده هو انا زي ما قلت لك كنت عايز فعلا خدت الفايت وكنت خلاص عايز اوري ان انا جاهز اكمبيت في الليفل ده بس فانا كنت كل شويه بتشيك كده مع مستر مصطفى الفايت متاكد تمام طب ليه مفيش حاجه نزلت ليه مفيش قال لي بس هو بيتاخر اوقات في مش عارف الرد وحاجات كده لحد ما فعلا قضية نزلت الفيديو وهو وافق خلاص وعملوا برومو حلو جدا خلاص بقى تحمست اكتر الفايت اوفيشلي خلاص اتاكد خلاص كل حاجه تمام بس في عز الكامب بقى خلاص فاضل اظن كان فاضل شهر او خمس اسابيع شهر واسبوع لقيت حد بيكلمني ويقول لي ويل تشوب مش عايز يجي فطبعا فضلت اصوت في البيت ساعتها لسه مروح من التمرين ازاي طب ليه طب في حاجه حصلت طب مش عارف ايه الكلام اللي سمعته ان كان الناس هتصدقه ولا ما اقنعنيش يعني الكلام اللي سمعته ما اقنعنيش شويه اتكلم على فلوس شويه يقول لا هيبقى عندي فايت قبلها طب انت عارف ان انت كان عندك فايت قبلها وانت عارف ان انت هيبقى عندك فايت بعدها وانت اصلا فايتر اكتف يعني انت كل شهر ممكن تلعب فايت عادي ووافقت طب ليه وافقت من الاول بس فكل حاجه اكدت لي ان هو فعلا ده شخص مش عايز يجي او لما رجع اتفرج ما كانش عايز يجي اخد القرار ان هو مش عايز يجي فانا شخص زي كده اكيد عايز العبه تاني عشان ما عنديش ليه اي احترام ما واجهلوش اي احترام
الشخص ده لو جالي تاني يعني ربنا معاه بقى لو جه. لان انت ما ينفعش توافق على فايت وتعمل اللي انت قدها خلاص والفايت انت في حد تاني في الناحية التانية, انت بتحضر الفايت في شخص تاني برضو بيتعب, وفي شخص تاني الله اعلم بيعدي بايه اصابات, بيعدي مصاريف الكامب, الله اعلم بظروف كل واحد. يعني فكرة ان انت تبقى قد ان انت توافق على فايت وتمدي كونتركت خلاص انت المفروض تبقى قدها. اتصبت, حصل مشكلة كبيرة عندك ايا كان اللي حصل, انا ما عنديش مشكلة مع راميل. راميل ساعة ماتش بيدرو كلعب من روسيا, اوزباكستان, يعني من الجنب من البلاد الخطر بتوع المصارعة. أيوة أيوة اي حاجة انتان الحاجات دي بس, وايده كسرت وخلاص تمام. راجل الف سلام عليه, هنشوف فايت تاني. اتضايقت عشان فايت كنت عايزه, كنت خلاص بحضره, بس خلاص هعمل ايه, ما كلمتش عليه. بالعكس جه يوم الايفنت بتاع بيدرو سلمت عليه, وقف معايا في الكورنر, وكان عشان كان عنده حد تاني بيلعب. لكن ويل تشوب انا زي ما قلت لك ما عنديش ليه اي ادنى احترام, ما عنديش ليه اصلا اي احترام, ما بجروش اي احترام. شخص زي كده لو لعبته تاني او لو وقع قدامي, لو وافق يجي قدامي, انا ممكن انا ادفع له فلوس عشان هو يجي بس يلعبني, عشان حته الاحترام بتاعت انت ازاي هتوافق على فايت وبعد كده انا قررت النهارده ما العبش, انا مش هلعب, ما توافقش من الاول. تقدر تقول لنا ايه عن علاقتك مع كابتن احمد ثابت؟ يعني كابتن احمد ثابت بالنسبه لي الاب الروحي, هو قريب مني في اللعبه وبره اللعبه, اي حاجه بتحصل بروح بيكون هو عارف باخد رايه. فهو جوه الكيج وبره هو كفادر فيجر وحاجه بني ادم مهمه قوي في حياتك. تمام, عايزين نتكلم على الفرق ما بين ويل تشوب وراول. انت دلوقتي كنت مفروض تلاعب فايتر من اليو اف سي, طبعا اليو اف سي اسم اورجانيزيشن كبيره قوي في العالم, ما حصلش نصيب, ويل تشوب ديد نوت شو اب للفايت, ولعبت راؤول لعب كسب في وان. وانا بالنسبه لي راؤول فايتر اجمد عن ويل تشوب. انت كنت شايف الموضوع ازاي لما الاوبوننت اتغير؟ انا كنت شايف كده برضو, انا كنت شايف ان راؤول ستايلستيكلي هيبقى فايت اصعب. ويل تشوب مالوش جيم, يعني هو لعيب طويل جدا, كان تقريبا هيبقى اطول لعيب انا هلعبه, وزي ما احنا عارفين مفيش حد بيكون عايز يلعب حد اطول منه, يعني الرينج كلها بتبقى رايحة منك. بس انا كنت شايف اوبننجز كتير قوي في الجيم بتاعه, كنت شايف ان انا هقدر اوصله بكذا حاجة, كان لي كذا جيم بلان ممكن اكسبه بيها. راهول ستايلستيكلي اصعب لي عشان هو راجل عايز يشوت وجرابلر كويس جدا, وما عندوش مانع يشوت في الدقيقه 10 مرات عادي, عايز يصارع, عايز ياخدك تحت, وحتى الجيم بتاعته تحت كويسه ومتكامله, عنده جوجيتسو كويس, بيعرف يوزع وزنه صح, عنده الجراوند جيم كويس يعني. فستايلستيكلي ده بيبقى الفايت الاصعب, بس انا اتعودت خلاص على فكره ان انا العب جرابلر, او اللي هو فايتر يكون عايز ياخدني تيك داون, او يكون جيم بلان بتاعته ان انا ادافع تيك داونز, يعني حصلت كتير قوي, حضرت كذا مره للكلام ده, فالموضوع بالنسبه لي بقى خلاص يعني بقيت متعود عليه. فانت ما بقاش عندك مشكله ان انت تلعب جرابلر واحد هيثريتن يو بالسبمشنز وكده؟ لا مش عندي, ما قلت لك ما عندناش مشكله ان نلعب حد من داغستان. بالظبط. ان شاء الله ان شاء الله نجيب ان شاء الله. طب نرجع تاني للفايت مع عمر دفراوي, تاني فايت انت كنت كسبان على all three judges scorecards بس عارف يجيب السبمشن في الاخر, تقدر تقول لنا ايه على الفايت ده وتعلمت ايه من الفايت ده؟ اتعلمت من الفايت ده ازاي اخلص الفايت, فكره ان انت ما تسيبهاش بس في تعرف تفنش, يعني جات لي كذا فرصه افنش تحت وما كنتش بحط الجراوند بوند الصح. هي عامه اي فايت بطلع منه بيبقى فيه حاجات, انا يعني مثلا فايت راهول كان بعدها بكذا سنه كنت احسن بكتير, بس زي ما قلت لك اكيد طلعت منه غلطات, واكيد كنت شايف ان في حاجات كتير كنت ممكن اتصرف فيها بطريقه تانية. تفرق بقى الليفل, يعني هي ليفلز, انت دلوقتي في الليفل ده خلاص انت بقيت محطوط بطريقه معينه, عارف ازاي بتعمل حاجات معينه, حطيت في ليفل اعلى ومستواك عالي برضو يبقى فيه اعلى, هي ماشيه كده.
بس فالفايت انا كنت شايف ان انا كنت عامل فيه كويس. الجيم بلان مشيت بس مختلفة. الجيم بلان كانت حاجة واللي تنفذ حاجة تانية. لحد بس كنت الحمد لله كنت كسبان يعني. لحد حتى الحكام بعد الفايت جم ورولي السكور كاردز. ثلاث حكام ورولي السكور كاردز وحكمين منهم يعني كان موريني ان انا في الراوندات كلها 10-9 10-9. بس لحد ما في الاخر كنت في الجارد واتخذت سبمشن وبس. طيب لو لعبته تاني دلوقتي النهاردة توقعاتك ايه للفايت؟ توقعاتي زيه زي اي حد ممكن العبه. هكسبه ان شاء الله. في اي ميزان زيه زي اي حد. اي حد يعني انا دلوقتي مش حياتي او الكارير بتاعي مش منقصر على حد. انا مش مثلا مستني الحد ده خلاص يعني. ممكن دي حاجة كنت غلطت فيها قبل كده ان انت بس تحط حد ده اللي انت عايز تلعبه وده. بالعكس انا طموحاتي واهدافي اهم منه هو كان نفسه بكتير واعلى منه هو بكتير. فانا هخلي الكارير بتاعي منقصر بس ان انا العب الراجل ده واكسبه. عندي حاجات اهم بكتير. عندي حزام معايا دلوقتي الحمد لله بدافع عنه. فانا زي ما قلت لك قبل كده حب يجي. انا سمعت ان هو تعرض عليه كذا مره وما جاش زي ناس كتير يعني تعرض عليه وما جاش. مش واخده حاجه مميزه على قد ما هو اكيد الفايت ده هيحمس الناس واكيد فايت هي الناس عايزه تشوفه. بس انا بتعامل لو فايت زي كده حصل اتعامل معاه زي اي حد. مفيش اي حد زي ما قلت قبل كده هيعرف يجي ياخد الحزام ان شاء الله. سواء هو سواء حد من بره سواء اي حد على اي ميزان الحزام يفضل معايا ان شاء الله. طب هو رفض الفايت اكتر من مره تفتكر ليه رفض الفايت؟ ان اي حد يرفض الفايت ليه علاقه يعني سببين ما يطلعش منهم. يا اما هو شايف ان هو الفايت مش ورثت كسب قبل كده او اللي هو ليه هاجي تاني اعمل ايه. يا اما خايف. يا اما هو ممكن يكون خايف شاف مثلا الراجل ده كسب ولعب وكسب كسب ناس ممكن تبقى احسن مني انا شخصيا. فليه اجي واخد الريسك وانا كسبت قبل كده مثلا. فالريسك مش قد الريورد بالنسبه لي. ممكن او ممكن يبقى خايف الله اعلم. مع انه اخذ الريسك ولعب احمد سامي ليه تاني. يعني بغض النظر عن القرار ده انا شايفه كان غلط جدا. بس ساعات كل واحد انت بتفرق بقى انت الدرايف والفاير اللي عندك من ناحيه الشخص ده. يعني هو مثلا عشان كان خسر من الراجل اللي قبل كده فاكيد كان عايز ياخد الريفنج او خسر تاني انت فاهم. فهي بتبقى بس ليه علاقه بالفاير اللي جواك. انا الريسك اللي انا عايز اخده انت بقى بتتذاكى شويه. انا هاجي مثلا هقل من نفسي في فايت زي ده كده لو خسرت وانا خلاص اقول انا كسبت قبل كده فخلاص بقى ماخدش الريسك تاني. بس لو هو اتحط دلوقتي قدامك هتلعبه فايت انت هو واقف قصادك في الكيج ايه اللي هيحصل المره دي؟ اللي هيحصل المره دي هعمل كامب عادي جدا. مفيش بريشر مفيش اي حاجه. انا صاحب الحزام انا البطل الحزام. البريشر كله هيبقى عليه هو. مع ان الناس ممكن تشوف البريشر المفروض عليا عشان خسرت منه قبل كده. بس انا خلاص انا زي ما قلت لك بتعامل مع خلاص الكارير بتاعي بقى اكبر ورايح لحته ان شاء الله ان شاء الله يعني اكبر بكتير قوي من اللي انا اخليها بس معتمد على شخص مكسب من حد معين. لو لعبنا بعض هو اشول. هنعمل جيم بلان على اي حد اكنه اشول عادي. اكيد هنفتح الفايتات اللي لعبناها قبل كده هنشوف ايه اللي اختلف مثلا ستايل انا الفتره دي وهو ستايله ونحط بقى جيم بلان وباذن الله اكسب. بس انت عودتنا ان انت بتبريدكت الفايت هيمشي ازاي وهتخلص الفايت ازاي. ايه رايك في الفايت ده؟ الفايت هيبقى فينش يعني مش هيوصل ديسيجن. فايت زي كده بالباد بلود اللي كانت موجوده دي هيبقى فينش. مش هتروح للديسيجن يعني. بس كان في بعض الناس تريقوا على موضوع بتاع اليو اف سي خاف. ومن الناس اللي كتبوا اصلا كومنت على البوست حمدي عبد الوهاب فايتر في اليو اف سي. ايه ردك للناس اللي هما بيكتبوا كده؟
انا زي ما قلت لك احنا مشكلتنا في مصر الوعي الاحترافي في الام ام اي معدوم. الناس مش فاهمه الام ام اي، مش فاهمه يعني. انت لما تيجي تبص على كومنتس، في كومنتس تضحكك انت، واحد يقول لك ما تلعب بروج ليزنر، وواحد يقول لك غمزات لو جالك مش عارف ايه. انت بتتكلم في ناس اصلا مش ميزانك، بتتكلم في ناس مبطله من سنين، لو شويه تقول لك جون سينا الناس للاسف وعيها الاحترافي في الام ام اي في مصر، لو هنقول مش هنقول ضايع دلوقتي بالتطور اللي احنا بنشوفه بيحصل، بس واقع قوي. فالناس محتاجة بس تفهم اكتر في الام ام اي، محتاجة تشوف اكتر، تفهم يعني ايه قضية، ايه اليو اف سي، ايه الفرق ما بينهم، اللعيبة هنا اكيد غير اللعيبة هنا، انت ايه علاقتك اصلا بالله. لازم الناس تفهم شوية بس على الام ام اي، والموضوع هيتحل والله، موضوع بسيط. بس هو الكلام ده حصل يعني، هو الراجل مضى، احنا عادي احنا مش بنقول كلامه خلاص، الراجل جه ومضى وخلاص اكيد، والفايت اكد، وكان عامل كامب في تايلاند وكل حاجه تمام. قلت لك مثلا ما اعتذرش بعدها بيوم او يومين، ده سابني شهر بحضر، وبعد كده رجع يقول لك انا مش عايزك. بس طب وايه الصعوبه ان احنا نجيب واحد، او يعني عشان نشرحها للناس اللي مش فاهمه، واحد زي حمزه مثلا او واحد زي كوبي كوفينتون، ايه الصعوبه ان نجيب فايتر زيه دلوقتي في قضية يلعبك؟ مبدئيا راجل زي كده ماضي عقد مع اليو اف سي، عشان برضو دي 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 حاجه قريتها، ان الناس بتقول لك ويلتشوب ما جاش عشان لعيب في اليو اف سي بيبقى ماضي عقد. هي لعيب في اليو اف سي بيلعب اكتف دلوقتي في اليو اف سي بيبقى ماضي عقد. الراجل اللي كان جاي ما كانش ماضي عقد مع اليو اف سي، الراجل اللي كان جاي كان خلاص لعب فايت في اليو اف سي في 2015 اظن، ولعب بعدها في حتت كتير جدا، ومش ملزم بعد ان هو ما يقدرش يطلع بره اليو اف سي، عشان دي برضو النقطه الناس كانت مش فاهماها. فكره ان حاجه صعبه ان خمزه او كولبي او الناس بتاعت اليو اف سي تيجي، ده راجل خلاص بقى رانكت في اليو اف سي، بقى عنده كونتراكت في مثلا فلوس معينه، ماشي بسبونسرز معينين، خلاص راجل عنده المنظمه بتاعته، ايه اللي هيجيبه يلعب في حته تانية؟ بس ممكن تقول لي بالنسبه لك مين محمد سالم وهيوصل لايه في الامام ايه؟ بالنسبه لك انت يعني، او انت بالنسبه لك نفسك الناس يعرفوا ايه عن محمد سالم؟ يعني مثلا انا اقول لك، انا شايف فايتر اوريدي بطل، فايتر عنده سكيلز مرعبه، عنده كل التولز ان هو يوصل ليفل زي ما احنا شايفين محمد صلاح في الكوره، وشايف ان هي مجرد وقت وفرص، وانت ان شاء الله تحقق حاجات كبيره قوي في اللعبه دي. وقضية تقدر توفر لك الموضوع ده، لان احنا هنا في قضية بنحط السبوت لايت على الفايترز بطريقه مش موجوده في منظمات تانية في مصر، وان شاء الله نكبر اللعبه. انت شايف تقدر توصل لايه في اللعبه دي؟ لو هلخصها في جمله بسيطه هقول راجل نفسه يوصل للبوتنشال بتاعه، بس عمره ما يوصل للبوتنشال بتاعه، عشان البوتنشال بتاعه عمره ما بيخلص. اوكي بس يعني انا دايما مهما حتى لو خدت 20 حزام في كل المنظمات، طبعا خدت 3 4 حزمه في قضيه، لا في حاجه اعلى، خدت حزمه في اي حته في حاجه اعلى، دايما في بوتنشال انا عمري ما اوصل له، عشان كل ما اوصل له هتلاقي في حاجه اعلى منه، جت في حاجه اعلى منه انا عايز احققها. لو الخصها زي ما قلت لك اقول كده. نقطة محمد صلاح ونقطة دي برضو دي حاجة مهمة لازم نتكلم عليها، فكرة ان هو انت ازاي كنت مثلا محمد صلاح ده بتتكلم عليه في المقاولين، ازاي الراجل ده لما راح بازل كنت بتتكلم عليه انت شايف واحد، ازاي الراجل ده لما راح تشيلسي وكان قاعد احتياط، احنا كنا بننزل على هاوي بس كده ونفتح الماتش في اي حتة نستناه ينزل في الدقيقة 85 يلعب 5 دقايق بس عشان يلمس الكوره، ولما يلمس الكوره يبصيها ونسقف. الراجل تحول ان هو بقى هداف دوري الانجليزي، وصل للبالون دور، ترشح يعني للبالون دور، اخذ تشامبيونز ليج، اخذ البريمير ليج. ف
دلوقتي انت بتتكلم عليه ازاي؟ الراجل ده دلوقتي لو مثلا انت كنت زمان بتفرح لما يجيب تلات جوال او خمس جوال، انت دلوقتي بتزعل لما ما يجيبش مثلا 20. الراجل نفسه لوحده هو اللي نقل لك انت عقليتك، هو اللي حول لك المنتاليتي بتاعتك، فهمك انه لا ده فيه، لا ده يقدر، فاهمني؟ فاحنا زي ما قلت لك قبل كده، احنا ما عندناش حد عمل القصه دي لسه هنا في مصر. طبعا في عندنا ابطال كتير جدا، كابتن اسلام سياحه، كابتن امير، الناس وصلت لحزمه بره وبطولات كبيره جدا، بس انت لسه ما عندكش حد وصل مثلا بطوله عليها السبوت لايت من العالم كله، بطوله زي اليو اف سي مثلا. لا انا شايف ان شاء الله هو محمد سالم هو اللي يوصلنا الحته دي، محمد صلاح الامامي ان شاء الله. وببان اليو اف سي اتفتحت وفضل اللي يكمل السكه، وانا شايف ان لو في حد فرصته ان هو يعمل حاجه ويحقق حاجات كبيره قوي في الرياضه دي هو انت. ان شاء الله نشوف منك كتير في اللعبه دي. خلي كل هدف كمان مش انا، يعني انا دايما دايما مش عايز بس اللي هو اكون بوصل لي لوحدي، او اللي هو بوصل لحاجه زي كده لوحدي. انا عايز افتح طريق للناس كلها، افتح طريق للناس اللي بتتعب بجد. في ناس بتتعب ومحدش يعرف عنها حاجه في اللعبه هنا، في ناس بتطور نفسها باقل امكانيات ومحدش يعرف عنها حاجه، في ناس بس تاخد الفرصه وبتكسر الدنيا. فهي الناس دي اللي احنا عايزين مع بعض ان شاء الله نبوش ونخش في حاجه زي كده. كانت ايه اصعب لحظه ليك في الامامي؟ هل في لحظه قلت فيها انا مش قادر اكمل اللعبه دي، مش عايز اكمل اللعبه دي؟ ولو عديتها ازاي؟ فكره ان انا اقول حاجه انا مش قادر اكمل دي ما بتحصلش. يعني انا دايما حتى انا تعبان مثلا النهارده، لا انا هروح التمرين، انا مخلص تمرين وما نمتش وعندي 8 تمرين بالليل، هروح التمرين. الموضوع تحول، انت ما بقيتش بتتناقش مع نفسك فكره انا هروح ولا لا، انت بقيت بتتصرف هتروح ازاي هتروح وتبقى فايق على قد ما تقدر، ازاي هتروح وتتعب وتجيب اخرك، حتى لو تروح بس ما تعملش حاجه، بس انت رحت واستفدت حتى لو 1%. اصعب لحظه يعني لحد دلوقتي ما جاتش اللحظه اللي اقول لك في لحظه فعلا كانت صعبه عليا، بس في اوقات كتير قوي ضغطت فيها، زي ما قلت لك من شويه فتره اخر فايت ده راهول، كان في كذا ضغط من كذا حاجه، مع ان انا كمان نسيت اقول ان انا كنت في الجيش في الفتره دي، فانا ببقى بروح اخد تمام وارجع تمرين، الدنيا كانت ضغطه يعني. بس ففي اوقات كتير قوي بتعدي بتبقى ضغطه بالنسبه لك، بس مش اللحظه اللي قلت، ما جاتش اللحظه اللي قلت انا هبطل ام ام اي، ما جاتش اللحظه اللي قلت خلاص انا الحاجه دي انا مش عايز اكملها. اوقات دماغك بتشتغل كتير، ايه ده اللي انا بعمله كفايه، لا بعمله مش كفايه، اللعبه دي هتجيب لي الفلوس اللي تكفيني مثلا، اللعبه دي هتكمل معايا لحد امتى، تبدا تفكر فيها من ناحيه بقى انك كبرت وانك لازم تاخد الموضوع، لو انت واخده بروفيشنال كفايه وعايز تقدم فيه حاجه كبيره انت لازم تاخده فول تايم، فكده انت تاخده بارت تايم وتعمل تشتغل حاجه جنبها بتبقى صعبه جدا. فانك بقى ازاي تعرف تمانج القصه دي، ازاي تعرف نستنى ايه في النير فيوتشر مع محمد سالم؟ النكست ستيب حاجه خطيره جدا، بس مش هينفع نقولها دلوقتي، خلينا نسيبها مفاجاه. بس النكست ستيب مع قضية ان شاء الله حاجه كبيره جدا محدش هيتوقعها. ان شاء الله الامور تمشي بس كده كويس وهنعلن قريب ان شاء الله. ان شاء الله لو الابكومينج فايت بتاعك ليون ادواردز مثلا، النتيجه هتبقى ايه؟ ايه اللي هيحصل دلوقتي حالا لو انت لعبته؟ هيد شوت ديد. طب لو كده ايه اللي ناقصك عشان لا انا لو هكلمك انا بفكر ازاي هقول لك انا هكسبه، دي ما فيهاش 1% شك ما بيني وما بين نفسي. ايه اللي ناقصني فعلا عشان اخلي ده يحصل؟ اكيد اكسبيرينس اكتر، اوبوننتس اقوى العبهم كل مره، اوبوننت يجي اقوى فعلا اثبت لنفسي. زي ما قلت لك انت في كل فايت بتعمل بتبقى تاخد ستيب اب في الكومبيتيشن، فايت ده انت لعبت واحد خبره، الفايت اللي جاي واحد اصعب واحد اصعب واحد اصعب، لحد ما انت خلاص الكومبيتيشن بتاعتك هي اللي بتبين الليفل بتاعك، مش فكره زي ما قلت لك قبل كده اللي هو انت بس كام مكسب او كسبت كام مره، الريكورد بتاعك كام، الفكره كلها انت لعبت مين، احتكيت مع مين، ده اللي بيطلع
البوتنشال بتاعك وبيطلع بيوري البرفورمانس بتاعك يعني. لو لعب لين ادرس بكره هكسبه، لو لعب كمارو اسمان بكره هكسبه، لو لعبنا سبارينج مع بعض في التمرين هكسبهم. لو ما شفتش نفسي كده يبقى اقعد في البيت احسن. بس يعني لو انا مش شايف ان انا اقدر اكسب الناس دي يبقى اقعد في البيت. انا ليه بتكلم واقول بقى انا عايز ابقى احسن واحد في اللعبه واحسن واحد في ميزاني وعايز اكسر الدنيا في الام ام اي؟ ليه بتكلم الكلام ده لو انا فعلا مش مصدقه؟ بس حتى لو الناس هتشوف ده. الناس كتير قوي. لو كان الكلام ده نزل قبل كده كنت انا قلت لو كمارو اوسمان هيجي كميه الكومنتس كمارو اوسمان مات من الضحك، كمارو اوسمان مش عارف ايه. الكلام ده كنت زمان قوي باخده بسلبيه او باخده كده. دلوقتي بقيت بشوفه بضحك، بقول هنشوف الكلام ده قدام. يعني الكومنتس دي بكون عايز اخدها سكرين شوت عشان بعد كده ارجع ابص عليها. تدي لك حته موتيفيشن؟ جدا طبعا. انا لو كل الناس بتطبل لي وشايفين ان انا احسن واحد في الحياه انا خلاص هجيت كومفورتبل، واللي هو ههدى خلاص. انت مش عايز تثبت حاجه ومش هيبقى في روم فور امبروفمنت. بالظبط. انا خلاص انا الناس خلتني اصدق في نفسي، ضغرت في نفسي من الاخر. الحمد لله دي حاجه عمرها ما بتحصل. انا زي ما قلت لك انا شايف نفسي 5 اوت اوف 10 في الفايت الاخير. انا شايف نفسي لعبت صفا عظيم زخر بسبب الاصابات. الفايت اللي قبله كان في عائق. فايت علي ندول لا انت ما طلعتش برضو اللي عندك. الفايت اللي قبليه انت ما طلعتش ولا اي حامل اللي عندك. انا لو ما عنديش، لو مش ماشي بالمنتاليتي دي او مش بفكر بالطريقه دي خلاص هكتفي. انا مش هيبقى فيه تحسن. بس لو ساتسفايد مش هت. بالظبط. تمام. ايه تعليقاتك على فايت سيسي ورياض حمزه؟ ودلوقتي احنا عارفين ان هو هيلاعب جوناثان تيستا الفايت اللي جاي. رايك ايه في الفايت اللي فات والفايت اللي جاي ده؟ سين قريب بس هو بقاله كتير قوي يعني كان بيلعب. ببساطه طبعا زي ما قلت لك حد من بلدي من مصر بيكسب لعيب من بره ايا كان هو مين، طبعا حاجه تزيدني فخر. فايته مع جوناثان شايفه يكون ماتش حلو جدا. ستايلستيكلي هيمشي حلو جدا. جوناثان فايته مع سمير كان فايت حلو. راجل عايز يبرول، عايز يعمل فايت، مش عايز يجي بس يزهقكم ويكسب وخلاص. بس هيبقى فايت حلو جدا وان شاء الله طبعا ربنا يوفق سيسي ويكسب ان شاء الله. طب توقعاتك لفايت عاصم غانم واحمد طارق؟ انا عارف الاثنين حبايبك. رايك ايه اللي هيحصل في الفايت؟ يبقى فايت حلو جدا بس مش هقول توقعات. نو كومنت. بس في توقعات؟ لا مفيش توقعات. بس هيبقى فايت حلو جدا ان شاء الله الاثنين يطلعوا بشكل كويس. محمد سالم انا مبسوط قوي بالمقابله دي. انا كنت سخنان قوي ان انا اقابلك، وان شاء الله onwards and upwards في الكارير بتاعك. مستني اشوف ايه اللي جاي. و thank you. شكرا ليك. شكرا، انبسطت جدا معاك النهارده. Thank you.